كرة خارج الملعب ورمي التماس. اونيو اللاعب الامريكي ذو الاصل النيجيري، ولو حاولنا اننا يعني نستعرض تشكيلة المنتخب الامريكي كده ورد كل اللاعبين لاصولهم، لا ياتوا من اصول اخرى، يعني اتحدث عن اصول مكسيكية و الايمن في انتظار العرضية. هالك الرهيب، لكن تيفيل الجمهور الامريكي بطبيعه الحال، والبرازيل عود مره اخرى لتياغو سيلفا يبدا الهجمه. يرجع الكره مره ثانيه جوان، كره الامام الى مارسيلو، والعرضيه تلمس في راس بوكا نيجرا، وبالفعل خرجت، احتسبها المساعد ومعه حكم اللقاء طبعا. رمي التماس للمنتخب البرازيلي بوكا نيجرا كابتن وقائد المنتخب الامريكي، واللي تم تكريمه قبل المباراه بالمناسبه لوصوله لرقم 100، يقولوا نادي ال 100 في عدد المحاول. مرور جونسون يبحث عن حلول، جونز يرجع الكوره لاونيو بوكا نيجرا، وبدايه الهجمه لايدو، اماميه من ايدو والاستلام، لكن صفاره من حكم اللقاء، ضربة حرة لهيركليز جوميز. برادلي يتأخر في التمرير، ممكن تكون فرصة للمنتخب البرازيلي لقيادة الهجمة المرتدة، لكن ما تكملش. هناك عدم تركيز، لكن لو ركزوا في هذه الهجمة، ادي اوسكار يلعبها، يا سلام، نيمار يترك الكرة إلى دامياو ويسدد، ومطالبة ركلة جزاء. يعني هل ركلة الجزاء صحيحة وسليمة أم لا؟ يورجن كلينزمان نفسه، غير راضي عن قرار الحكم، تيم هاورد بيعترض. هو يعني هي أولاً هي تقدير، هي طبعاً في إيده، يعني كارلوس بوكانيجرا في إيده تماماً.